مشاهدينا الكرام، من داخل مستشفى الجلاء العسكري، دي المستشفى الام اللي اتبنى عليها مجمع الجلاء الطبي. يسعدنا يكون معانا السيد اللواء الطبيب اسامه جلال، مدير مستشفى الجلاء العسكري. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك ست لواء اسامه. دي المستشفى الام زي ما قلت يعني في المقدمه بتاعتي مع حضرتك. اهم ما يميز مستشفى الجلاء واهم التخصصات والاقسام اللي موجوده في المستشفى. الاول احنا بنرحب بيكم في مستشفى الجلاء طبعا، وهي المستشفى الرئيسي اللي موجوده في مجمع الجلاء الطبي، وهي فيها 12 تخصص. هي اكبر تخصص في جميع المستشفيات في مجمع الجلاء. تخصصات زي جراحه القلب والصدر، تخصص القلب، المناظير، وجراحات الجراحه العامه والمسالك والرمد والاوعيه الدمويه والجلديه والعصبيه، وفي مركز عندنا العلاج الطبيعي والعلاج المائي. وده احنا بنتميز في كل قسم، متميز بالحاجات اللي هو بيعملها المتخصص بيها باحدث الاجهزه الطبيه. تمام ست لواء اسامه. ما يميز برضو هنا مستشفى الجلاء هو قسم القلب وجراحه القلب هنا اللي موجود. الحقيقه جراحه القلب المفتوح، احنا هنا عندنا عمليات بتتعمل بتقنيه عاليه جدا وما بتتعملش في مراكز كتير في مصر، اللي هي المينيمال انفيزيف، اللي هي التدخل المحدود لتغيير الصمامات القلب، اللي هي فتحه صغيره. تمام. دي جراحيا، لان هو الطبيعي ان بيبقى الفتحه كبيره من الصدر، لكن احنا بنغير الصمام الميترالي او الصمام الاورطي بتدخل محدود بتيم محترف مدرب في تجميع التخصصات من جراحه قلب وتخدير وارواء قلبي ورعايه مركزه على اعلى مستوى باحدث الاجهزه والنتائج. واحنا بقالنا شغالين كده اكتر من 11 سنه او 12 سنه وبنتائج عاليه جدا. العنصر التمريضي ده مهم جدا هنا في المستشفى طبعا، بتتميز بيه المستشفى ست لواء اسامه. قول لي بقى تاهيل وتدريب العنصر التمريضي هنا داخل المستشفى. والله هو المفروض ان احنا عندنا بيجي التمريض من ساعه ما بيجي بيتعمل لهم اورينتيشن على المجمع كله اصلا. طبعا. وبعد كده هم ليهم دورات تدريبيه، اللي هو بيتعمل لهم برنامج تدريبي منظم لجميع التمريض، وبيتعمل لهم ايفالويشن كمان، ان احنا بنعمل تقييم ليهم عشان لو كان في اي حاجه فيها غلط او ديفكت في حاجه ان احنا بنعلي المستوى. ست لواء اسامه اخيرا، مش هطول على حضرتك، يعني التسهيلات اللي بتقدمها اداره مستشفى الجلاء العسكري للاهالين المدنيين اللي بيتعالجوا هنا داخل المستشفى. ما فيش اي فرق بين العسكريين والمدنيين، احنا بنعالج المدنيين بنسب عاليه جدا هنا في المستشفى، وفي تعاقدات مع اماكن كتيره جدا، وبنقدم الخدمه الطبيه من ساعه ما يجي اي مريض في الاستقبال لغايه لما نطمن ان كل حاجه تمت بصوره طبيه واضحه، زي المدني زي العسكري بالظبط، في اي وقت 24 ساعه طوال الاسبوع. انا بشكرك. العفو.